اليوم نرى توزيع لأحد المؤسسات الإنسانية من بريطانيا اسمها الهيومن أبيل، لكن المهم مش التوزيع فقط، المهم هو الحالة الإنسانية والفقر وحالة المرض، نقص الغذاء، نقص وجود مياه صالحة للشرب، المواد الغذائية لليمن. اليمن تعاني من قبل الحرب من نقص حاد في الغذاء، نقص حاد في المواد الأساسية، وعدم دخول ما يقرب من 3 مليون طفل للمدارس، وهذا ما أعلن عنه وزير التعليم منذ 3 سنوات. اليمن الآن تعاني أكثر وأكثر من هذا، أكثر ما تعاني منه مرض الكوليرا اللي انتشر وأصبح فيه ما لا يقل عن 500,000 يمني يشتبه في وجود الكوليرا عندهم، وما لا يقل عن 2,000 ماتوا من الكوليرا. نحن شركاء في جريمة اليمن إن لم نأتي إلى كل محافظة من محافظات اليمن ونمد يدنا إلى أيادي الناس والشعب النازح داخل هذه المحافظات لكي نستطيع أن نخفف عنهم آلامهم ونرسم معهم أحلامهم. اليوم نتحدث عن قضية إنسانية يعلم بها العالم كله، لكن لا يعمل من أجلها شيء، يسكت عنها خوفا من التغيرات السياسية بعض الدول أو عدم وجود المنح للمانحين. الكثير من المؤسسات المكاتب الرئيسية لها في كل الدول العظمى ولا تتحرك هذه الملايين لتأتي لهذا الشعب الذي يحتاجها اليوم وأمس ومن سنة ومن سنتين، ومزالت الأموال داخل مؤسسات تدعي أنها مؤسسات عربية وإسلامية تحيك عن المؤسسات الدولية الأخرى. كيف نتغنى بالمأساة اليمنية دون أن نضع يدنا في يد الشعب اليمني المحتاج اليوم؟ اليوم جميعا أن الشعب اليمني سيظل في اليمن، أن الشعب اليمني سيتخطى هذه المرحلة أو هذه الأزمة بمساعدة